مساء الفل والجمال على حضراتكم مشاهدي اون سبورت في كل مكان، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه واهلنا وحبايبنا واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير بمناسبه اعياد الميلاد المجيد، وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. النهارده بنتقابل مع حضراتكم على شاشه اون سبورت 2 وثلاث لقاءات من الجوله ال 12 من بطوله الدوري المصري الممتاز. اول لقاء واول مباراه هتقام في الساعه 2:30 عصر، تجمع ما بين فريقي اسوان وجونه على استاد اسوان. صاحب الارض فريق اسوان بيدخل هذا اللقاء وهو في المركز قبل الاخير برصيد 7 نقاط من 11 لقاء، اما فريق الجونه الفريق الضيفه بيحتل المركز ال 14 برصيد 11 نقطه من 11 لقاء لعبهم حتى الان. طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء ما بين اسوان وجونه بيضم وعلى راسه الكابتن احمد الغندور وبمعاونه الكباتن عماد العقاد واحمد عبد الغني وكابتن عمرو رمضان حكم رابع. اما اللقاء الثاني فبيجمع، وطبعا اللقاء ده هيقام في تمام الخامسه مساء على استاد الجيش بالسويس، وبيجمع ما بين فريقي الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي. فريق الانتاج بيدخل هذا اللقاء هو في المركز السابع برصيد 16 نقطه من 11 لقاء بعد تعادلين سلبيين متتاليين امام فريقي الزمالك وجونه على الترتيب. اما فريق المصري فريق الضيف فبيتقدم للمركز التاسع برصيد 14 نقطه من 10 لقاءات بعد فوزين متتاليين على طلائع جيش وسموحه، ومتبقي ليه لقاء مؤجل امام النادي الاهلي المتصدر، وده لقاء مؤجل من الاسبوع السادس وهيتلعب ان شاء الله يوم 14 فبراير المقبل. طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء ما بين الانتاج الحربي والمصري بقياده الكابتن امين عمر وبمعارضة الكباتن سامي هلهل ومحمد فاروق كحكام مساعدين وكابتن أسامة اسماعيل كحكم رابع. أما اللقاء الثالث والأخير اللي هيتلعب النهاردة في إطار لقاءات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري هو لقاء بيراميدز والإسماعيلي، واللي يقام في تمام السابعة والنصف مساء، وحضراتكم هتتابعوه مع الزميل العزيز الكابتن أحمد شوبير. لقاء قوي جدا ومهم جدا متوقعين، وهيقام على أرضية استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 7:30 مساء. بيراميدز بيدخل هذا اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 لقاء لعبهم حتى الآن في بطولة الدوري، أما الفريق الضيف النادي الإسماعيلي فبيدخل هذا اللقاء وهو في المركز ال 11 برصيد 14 نقطة من 11 لقاء أيضا. طاقم تحكيم لقيادة هذا اللقاء ما بين بيراميدز والإسماعيلي بقيادة الكابتن محمد معروف، معاونة المساعدين الكباتن وائل شعبان ومحمود رضا، أما الكابتن إسلام صابر فهيكون هو الحكم الرابع. تعالوا نلقي مع حضراتكم نظرة على لقاءات الجولة الـ 12 اللي اتلعب منها لغاية دلوقتي واللي لسه هيتلعب خلال الأيام القليلة القادمة. بداية لقاءات الجولة الـ 12 كانت باللقاءات التالية. أول لقاء في الجولة الـ 12 كان لقاء المقاولون العرب وتعادله الإيجابي أمام مصر المقاصة بهدف لكل فريق، ثم فوز نادي الزمالك على طنطا 3-2، ثم فوز النادي الاهلي على نادي مصر 3-1. بعد كده عندنا النهارده ثلاث لقاءات، اسوان والجونه الساعه 2:30، الساعه 5 الانتاج الحربي والمصري، الساعه 7:30 بيراميدز والاسماعيلي. تستكمل بعد كده لقاءات الاسبوع ال 12 بكره بمشيئه الله بثلاث لقاءات، طلائع الجيش وحرس الحدود الساعه 2:30، الساعه 5 وادي دجله وسموحه، ثم امبي والاتحاد السكندري في تمام السابعه والنصف مساء. ده فيما يخص لقاءات الجولة الـ 12، أما فيما يخص جدول الترتيب تعالوا نشوف مع حضراتكم ونلقي نظرة على جدول الترتيب اللي مازال النادي الأهلي متربع على قمته. النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة، في المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 26 نقطة، نادي الزمالك دخل في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، في المركز الرابع الاتحاد السكندري سيد البلد برصيد 20 نقطة، المركز الخامس سموحة، المركز السادس بيراميدز، المركز السابع الإنتاج الحربي، المركز الثامن إمبي، المركز التاسع المصري، المركز العاشر حرس الحدود، المركز ال 11 الاسماعيلي، طلائع الجيش في المركز ال 12، المركز ال 13 نادي مصر، الجونه في المركز ال 14، طنطا في المركز ال 15، مصر المقاصه في المركز ال 16، اسوان في المركز ال 17 وقبل الاخير، ثم ياتي متذيلا لجدول الترتيب في المركز ال 18 والاخير فريق وادي دجله. هنروح مع حضراتكم بقى سريعا دلوقتي الى استاد اسوان عشان نتعرف على اخر الاستعدادات والاجواء الخاصه بلقائنا الاول اليوم، وهو لقاء اسوان وجونه مع الزميل العزيز مجدي شربيني. مجدي مساء الفل عليك. تحياتي لحضرتك كابتن ابراهيم من هنا من الباب العالي للحضاره والتاريخ بلد السحر والجمال اسوان، حيث لقاء اسوان وجونه لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، الفرقتين بيحتاجوا كثيرا جدا الى الثلاث نقاط. تحدث كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان، لابد ان نثق بانفسنا ونحن قادرين على البقاء في الدوري الممتاز، وشرح نقاط القوة والضعف في صفوف نادي الجونة. غيابات فريق اسوان: طارق ابو العز، حسن يوسف، حسن طارق، وبدارة سيلة.
أما على الجانب الآخر فتحدث بيدرو مدير الفني الجديد للجونة، نلعب من أجل 3 نقاط والفوز، المساحات غلق المساحات والضغط على الخصم في كل أرجاء الملعب، غيابات فريق الجونة إسلام عبد النعيم. هذا كل ما لدينا من هنا من استاد أسوان إلى استاد مصر والاستوديو التحليل. كل الشكر ليك مجدي، كل الشكر للزميل العزيز مجدي شربيني. أطلعنا على آخر الأخبار الخاصة بفريقي أسوان وجونة، وجي معادنا دلوقتي مع النقاش والتفاصيل الفنية الخاصة بلقاءاتنا اليوم، وتحديدا بداية اللقاءات أسوان وجونة مع نجومنا الكبار، رمزنا الكبير ونجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر دكتور طه اسماعيل، ونجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر كابتن وليد صلاح الدين، نكون معاهم بعد الفاصل، خليكم معنا. نرحب بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة عندنا 3 لقاءات في إطار استكمال الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بداية اللقاءات هتجمع ما بين أسوان وجونة في تمام الثانية والنصف عصرا، تاني اللقاءات في تمام الخامسة مساء هيجمع ما بين الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي، وآخر اللقاءات هيجمع ما بين بيراميدز والإسماعيلي في تمام 7:30 مساء. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما بنبتدي حديثنا عن اللقاء التاني نظرا لضيق الوقت ما بين اللقاء الأول والتاني، فدايما اللقاء التاني ما بنلحقش نتكلم عليه كتير، فبنتكلم عليه في الأول دايما، وبعد كده هنبتدي نرجع نتكلم مع حضراتكم عن لقائنا الأول وهو أسوان وجونة، ده كله بصحبة نجومنا الكبار رمزنا الكبير واحد من أهم رموز مصر والكرة المصرية والرياضة المصرية، نجم مصر ونجم النادي الأهلي دكتور طه اسماعيل. دكتور طه مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا إبراهيم، الله يخليك. تسلم لي يا حبيبي، الله يخليك. نور الدنيا كلها. تسلم لي يا حبيبي، الله يكرمك. نجم مصر ونجم النادي الأهلي وأحد أفضل صناع اللعب في تاريخ مصر والنادي الأهلي كابتن وليد صلاح الدين. كابتن مساء الفل عليك. حبيبي إبراهيم مساء الفل عليك وعلى دكتور طه وعلى كل اللي بيشوفونا يا رب. نور الدنيا كلها. مرة تانية بنقدم التهنئة وبنقول كل سنة وكل أهلنا وإخواتنا وحبايبنا المسيحيين طيبين وبخير، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد يا رب. بداية الكلام مع حضراتكم الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي دكتور طه، عايز أتكلم مع حضرتك عن المصري تحديدا. مصري جاي من فوز غالي جدا وثمين جدا وفوز ملحمي في آخر الدقائق على سموحة بعد ما كان متأخر بهدف، قدر يرجع في النتيجة بهدفين لهدف، وهدف الفوز جاي في الدقيقة 90. المصري حضرتك شايف ان في اطار الامكانيات المتاحه والامكانيات واللعيبه المتاحه اللي عامله كابتن ايهاب جلال ده كافي، ولا متفق مع الناس ومع قطاع كبير من جمهور بورسعيد اللي كان متوقع من كابتن ايهاب جلال اكتر من كده بكتير، خاصه بعد التفنيشه اللي فنشها كابتن ايهاب السنه اللي فاتت في الدوري؟ طبعا ما فيش شك، هو البدايه ما كانتش يعني مطمئنه ولا امتداد للمحادث في الموسم الماضي في نهايته اما وصل الى المركز الرابع ولعب في الكونفدراليه، لكن هو خسر بعض اللعيبه برضو المهمين طبعا اسلام عيسى لعيب مؤثر في الهجوم، ده من ضمن اللعيبه اللي خسرهم، علاوه على يعني صدفه سوء بخت في المباراه الاولى، وهو بيلعب باسلوب لعب معين كابتن ايهاب، اسلوب اللعب اللي هو التحضير من الخلف وبعدين كذا، طبعا لما الفريق بيبقى في بعض الاحيان ما بيأديهاش بشكل كويس فبيبقى عليه مشاكل في كرات تتقطع، ممكن تبقى بعد كده اهداف في تطويل مده الهجمه بالنقل من تحت سيستماتيكالي من تحت للجنب لتحت يمين شمال طول وقت الهجمه، بتدي فرصه للفريق الاخر ان هو، علاوه على برضو القدره التهديفيه كانت غير مظبوطه في المباريات الاولى. المباراة الأخيرة هو طبعا قبلها فاز على الجيش، قبل المباراة الأخيرة فاز على طلائع الجيش. في المباراة الأخيرة الحقيقة يتعمل حاجة جميلة جدا وأنا كنت بتكلم عنها دايما، يعني بيلعب الشورت باسز في بعض الأحيان وبناء من تحت، لكن في بعض الأحيان في مباريات هامة زي كده أحيانا الكرة الطويلة بتخلق موقف مصغر وتضرب الزحمة اللي في نص الملعب وتخلق موقف مصغر واحد على واحد، وده اللي اتعمل الكرة الطويلة اتعملت لمحمود وادي انفرد بيها وسجل بيها الهدف عكس كل التوقعات، يعني التوقع ان هو بيبتدي من تحت وبينقل نص الملعب وكذا وكذا، دي اتلعبت مرة واحدة فكانت مفاجأة جدا لدفاع فريق السموحة واستطاع ان هو يسجل منها. ده يعني مثلا هنا في تحضيرات كتيرة جدا بتتم، ده بالنسبة للسموحة ده الهدف الاولاني، طبعا يسأل عليه الباك شمال اللي هو ما ضغطش على اللي بيلعب الاوفر اللي بيلعب الكوره، وحتى برضو لما استلمها حسام حسن نطه كان ممكن اي باك موجود يعمل تاكلينج عليه او يقرب عليه ما يديلوش فرصه للتصويب، فهو خطا مشترك في عمليه الضغط، ولذلك احنا دايما بنتكلم ونقول ان معظم الاجوال بتيجي من قله الضغط lack of pressure نقص الضغط على
المهاجم بتسبب فيها. هنا دايما بنقول للراجل اللي بيرفع ده ما اديلوش فرصه، يمكن هي الرفعه دي اللي هتجيب جول. هو حسام برده فنشها كويس قوي بصراحه، واحد من المهاجمين المتالقين خلال الفتره دي. لا لا مع حسام يعني دي، ومع طنطا مرتين عمل جولين ورا بعض بشكل جيد جدا. لا حسام هداف من نوعه جيد جدا، بس ده الخطا اللي كان موجود. انما قدر فريق النادي المصري ان هو يتعادل، ثم بعد ذلك يعني الشيء الجميل انه عكس التوقعات في النقل اتعملت النقله الطويله ديت. يا ريت لو نشوفها هتشوف بغتة المدافعين خالص بتوع نادي سموحة وحصل انفراد تام. ولذلك بنتكلم احنا على النقطة دي، ان في كثير من الاحيان لما تجد الامور معقدة وفي دحمة في نص الملعب، مش كل مرة بس في بعض المرات بتتعمل صح، دي لعيب نص ملعب بيكون عنده الرؤية الجيدة وشايف كويس والتوقيت وشايف المهاجم اللي بيحطها له، بيوصل واحد على واحد يقدر يفوت، او يفوت على طول مرة واحدة يلاقي نفسه هو جول ويسجل منها. صحيح. فدي برضو من ضمن تغيير الايقاع مهم جدا في بعض الاحيان. صحيح. كابتن وليد، الانتاج الحربي، وانت دايما بتشيد بالكابتن مختار وبتتكلم على قد ايه ان كابتن مختار ممكن يكون مش واخد حقه بشكل كبير خلال الفترات اللي فاتت، انه بيتكلم او بيشتغل بسكواد ممكن ما يكونش كواليتي عالية جدا، وبالرغم من ده هو حافظ مركزه طول الوقت في المنطقة اللي احنا بنسميها منطقة الدفع. بتشوف ان ده اقصى نجاح ممكن يوصل ليه كابتن مختار مع القائمة اللي معاه؟ 100%. يعني اذا وصل لاكتر من كده نقلب الانجاز لاعجاز. لازم احنا كمان نبقى مقنعين بالنسبة للناس اللي بيشوفونا في فكرة التقييم. صح. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التقييم، واحنا بنقيم نقطة مهمة جدا على فكرة. لما بنيجي نقيم لاعب او نيجي نقيم مدرب، عمرك ما بتحط الظروف اللي حوالين التقييم ده. انا لما اجي اقيم مدرب، هو ماسك فريق ايه، عنده ميزانيه عامله ازاي، عنده امكانيه للشراء بتقول ايه، العقود عامله ازاي، الاستقرار عامل ازاي، الاداره عامله ازاي. وفي الاخر الكابتن مختار بصراحه عمره ما حسسنا مع الانتاج الحربي على مدار 3 4 سنوات دلوقتي انه بينافس على الهبوط او انه دخل في اي معركه فيها مشكله بالنسبه للانتاج الحربي. هو على طول من بدري وهو بيتكلم في 7 8 9 المركز السابع الثامن التاسع العاشر، فهو على طول في حتة أمان. مع إن مع كامل الاحترام يعني طبعا كلهم إخواتنا الصغيرين اللعيبة، مش عارف أقول أسماء ولا لا، بس مفيش سوبر ستار يعني أحمد شديد إناوي وجابوا باسم مرسي. مع كامل الاحترام يعني معز الحناوي مثلا كان بيلعب درجة تانية، ما البدري، بازوكا، إبراهيم عبد الخالق، كلها يا لعيبة كبيرة وجاية عندها 33 و34 سنة، يعني بيستخدمها الكابتن مختار بشكل كويس قوي. يا إما لعيبة صغيرة هو بيطلعها من قطاع الإنتاج الحربي للناشئين. ودي حاجة بقى لما نيجي إحنا نقيم، والدكتور طه طبعا يعني يبقى خبرنا في الجزئية دي، لما نيجي نقيم آخر السنة ما نخفلش دور الراجل ده في الشغل. صح. يعني أنا أضرب مثل في إنجلترا، ديفيد مويس اللي هو مدرب ويست هام دلوقتي، مسك ويست هام بقى له أسبوع، كان قبل كده مسك إيفرتون من حوالي قبل ما مسك مانشستر. مانشستر بالظبط قبل كده كان في المركز الرابع، خد احسن مدرب في انجلترا وهو في المركز الرابع. نسبه الى الكواليتيز العوامل اللي بيتكلم عليها كابتن وليد. صحيح. بالظبط زي ما انت بتتكلم. خد هناك بقى التقييم بهذا الشكل. صحيح. في احيانا بيبقى عندك بطولات مبهره جدا بتخلي المدرب مثلا يبقى ده هو احسن مدرب، لكن في بعض الاحيان بيبقى التقييم بهذا الشكل. تمام. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، وهنبتدي بقى كلام عن لقاءنا الاول النهارده، لقاء اسوان وجونه، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. لقاءنا الاول اليوم اللي هيقام على استاد اسوان في تمام الثانيه والنصف ظهرا هو لقاء اسوان والجونه. كابتن وليد، اخر لقاء لاسوان خساره من نادي الزمالك بهدفين للاشيء، وقبليها كان في تعادل صعب بطعم الهزيمه بالنسبه للكابتن مجدي عبد العاطي، وعلى اثره تقدم باستقالته، وبعد كده تم اثناء عن الاستقاله من قبل مجلس الاداره. بتشوف ان الامور بتتصعب على كابتن مجدي، وايه اللي مطلوب في اسوان عشان الاداء الجيد، الكره اللي نوعا ما جيده بالنسبه لكابتن مجدي عبد العاطي وبالنسبه لاسوان، تتحسن بقى ونشوف نتائج جيده؟ ما هو ده جزء من اللي احنا كنا بنتكلم عليها كابتن ابراهيم، اللي هي فكره التقييم. انت مقيم الكابتن مجدي عبد العاطي ازاي؟ الراجل شغال بكل ما لديه من عزيمه واصرار وقوه واخلاص وكل حاجه. لكن انت عندك ايه اصلا؟ انت طالع درجه اولى وما عندكش ادنى درجات ان انت تقعد في الدوري.
الله يكون في عونهم. وقلنا الكلام ده ونشدنا اتحاد الكوره ونشدنا سياده المحافظ وقالوا الراجل بيتغير وسياده المحافظ اللي جه الجديد يعني بيحب الكوره وقعد مع ليو احمد سليمان رئيس النادي. الفكره كلها ان مثلا يعني مثلا ليو احمد سليمان رئيس النادي طالع يقول مثلا لعيبه ليها 4-5 شهور متاخره واحنا الله يكون في عوننا ومش قادرين والسفر ومش بس احنا هنمشي للعيبه ربع شهر. يعني بص من 4-5 شهور هتمشي ربع شهر. فمعاناه شديده طبعا. معاناه شديده. فاحنا بقى لما نقيم كده ما يمشيش بقى مجدي عبد العاطي ما يتقدمش اصلا باستقالته لان هو بيحارب بلعب الزمالك هزيمه طبعا اتعادل مع طلائع الجيش دي نتيجه كويسه جدا بس هو كان صعب بالنسبه له لان اللقاء ده تحديدا كان عنده لو تفتكر احنا كنا مع بعض كان عنده فرصتين في اخر اللقاء كانوا بس في الكوره وارد ده الاثنين اللي هو يعني بيرتكز عليهم اومد اوكري وعبد الظاهر الاثنين مصابين ده اومد اوكري صليبي فالفكره صعبه جدا بالنسبه له. عمل تعادل مع طنطا في طنطا 2-2 كتر خيره وعمل مباراه كويسه قوي مع الانتاج الحربي. المساله كابتن ابراهيم انا من وجهه نظري على اداره اسوان انها تحتفظ بالكابتن مجدي عبد العاطي لنهايه السنه لان الكره اللي هتتقدم مش احلى من الكره اللي بتتقدم لكن يظبطوا بس فكره الامكانيات. صحيح. هنكمل كلامنا مع حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا. تشكيله الفريقين اللقاء اليوم ما بين اسوان والجونه. اسوان في حراسه المرمى مسعد عوض قدامه رباعي دفاعي محمد اسماعيل ومحمد جابر ميدو وابراهيم القاضي ومصطفى دويدار. اثنين هاف ديفندرز هيثم الفيل واحمد عامر قدامهم ثلاثه تحت راس الحربه احمد فتحي وعبد العزيز امام ومحمد الصباحي وراس حربه ابراهيم جلال. قائمه البدلاء اسلام سليمان ومحمد خليفه وعبد الله السنجهاوي وحسن النني وفادي فريد وعبد الرحمن جبنه وكريم الطيب. الغيابات طبعا حسن يوسف وطارق ابو العز للاصابه اومد اوكري رباط صليبي احمد عبد الظاهر صليبي ربنا يشفيهم جميعا وبدر سيلا وحسن طارق. تشكيله الجونه حراسه المرمى الغرباوي قدامه رباعي دفاعي باسم علي باك يمين واثنين قلب دفاع خالد صبحي ومحمد نجيب وباك شمال جوزيف جوناثان. اثنين هاف ديفندرز محمد محسن ليلى واكرم توفيق قدامهم اثنين عمرو بركات وعموري واثنين راس حربه احمد حمدي واحمد ياسر ريان. قائمه البدلاء هيثم محمد ومحمود الجزار سيرجي اكا وجده واحمد مجدي والان كمبادي واسلام محارب. دكتور طه اول لقاء بيقود فيه مستر بيدرو بارني مدير الفني البرتغالي الجديد لنادي الجونه. قعد فتره بيتابع اللقاء من يتابع الفرق من المدرجات وده اول لقاء حسنا فعل انه عمل كده وما استلمش المهمه من اول يوم. طبيعي يعني بيدي لنفسه فرصه ان هو يشوف الفرقه. ما هو في ناس مختلفه يعني في واحد يغامر على طول يمسك يعني اوتو فيسر غامر واول ما جه كان في ماتش اهلي وزمالك وقال انا اتحمل مسؤوليته وفعلا الزمالك فات فيها ولكن دي مجازفه كبيره جدا. لا ولكن هو عارف انه لو خسر يقول لك انا اول ماسك لكن يقول لك ممكن اخد انا كريدت كده اول ما امسك لو فريقي مسك كسب. لكن في واحد يقول لك انا على المضمون لازم اشوف الفرقه واطمئن ليها. التشكيل حتى اللي هو عامله تشكيل يبدو شكل هجومي يعني هو عنده مثلا عمرو بركات وعموري واحمد احمد حمدي واحمد ياسر اربعه مهاجمين عنده اكرم توفيق يمكن هو اللي بيقف قدام الاربع باكات جايز ومعازه بيزيد برضه ممكن ليلى نفس الشيء ممكن يزيد شويه باسم علي بيكمل ويطير برضه جوزيف جوناثان ده برضه ممكن يزيد يعني هو في شكل هجومي كبير جدا بالنسبه لفريق الجونه لازم يكون مقابل له اداء دفاعي ساعه ما بتروح الكره كل الناس دي تادي واجباتها الدفاعيه والا صحيح. هيبقى عليهم مشكله كبيره جدا خصوصا هم بيلعبوا في اسوان مش في ملعبهم صحيح. هيبقى محتاجين ان هم ما يخترقوش يبقى في التزام دفاعي صحيح. هنطير مع حضراتكم سريعا الى استاد اسوان ومحافظه اسوان الجميله لمتابعه احداث الشوط الاول من لقاء اسوان والجونه بصحبه الزميل العزيز امير محروس. بنتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه بمشيئه الله. شكرا للزميل العزيز امير محروس. نهايه احداث الشوط الاول بين اسوان والجونه بتقدم مستحق لفريق اسوان على الجونه بهدف مقابل لا شيء. هدف الشوط الاول الوحيد احرزه واحد من اهم نجوم اسوان هو محمد الصباحي من ضربه جزاء تم احتسابها ضد محمد محسن ليلى هاف ديفندر ولاعب الخط الوسط المدافع في فريق الجونه. طبعا لقطه تحكيميه هنتناقش فيها ونشوف مدى صحتها مع خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن احمد الشناوي وقدر يحرزها محمد الصباحي في شباك
فريق الجونة وتحديدا حارس مرمى الجونة محمود الغرباوي عشان يحتفل باحتفاله الشهير احتفال تماسيح النيل. هنتناقش عن التفاصيل الفنية الخاصة بأحداث هذا الشوط وسبب وأسباب تقدم أسوان على الجونة بهدف مقابل لا شيء مع محلين الكبار. ولكن بعد تقدم أسوان على الجونة بعد مرور أحداث الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء من ضربة جزاء أحرزها محمد الصباحي، دكتور طه تقييمك للشوط الأول؟ لما يبقى معاك فرقة القدرات بتاعتها قليلة ومفيش لعيبة فيها يعني تالنتس أو مواهب كبيرة يقدروا يعملوا فرق كبير، فبتستخدم بعض الأمور زي الضغط. فأسوان شارب وعندهم حدة بدنية وضغطين على فريق الجونة، مش مدينهم فرصة إن هم يعني ينحضروا لعبهم المعهود أو النقل بتاعهم، بالذات المتقدمين منهم اللي إيقاعهم بطيء جدا، جماعة عمرو بركات مع عموري مع أحمد حمدي مع أحمد ياسر ريان. يعني حتى هم فريق الجونة ما أبداش خطورة إلا في اثنين كورنر عملهم الباك شمال جوزيف جوناتان بيعملها في لفة على الجول، والكورة اللي اتعملت لياسر ريان انفرد بيها وضيعها. لكن فريق أسوان ضاغط بشكل جيد جدا. وبعدين هتكلم على أنا واخد لقطة بس مش عشان البينالتي، إنما الصباح إزاي ياخد مكان كويس دايما، فهو واخد مكان ورا باسم اللي دايما باسم متقدم، واخد مكان هنا بيستلم الكرة بشكل كويس في المكان دوت، وبعدين عمل العرضية اللي يعني مش مضمون لكن جد بينالتي، وبعد كده سجل هو البينالتي. لكن هو تحركه هناك، ولذلك هو دي القدرات القليلة اللي موجودة في فريق أسوان اللي عندها الموهبة شوية اللي هو الصباح. ودي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دكتور، ان هو دي بص كذا كرة او كذا هجمة من ناحية اليمين اللي حاجة بتكلم عليها، وشه للجون ورايح هو للباك وهو اللي يعني بالزبط. صاحب قرار بالزبط. عايز ياخد هو دايما الفعل مش رد الفعل. في المرة اللي قبل البينالتي ومرة في الدقيقة 19 برضو راح في المكان ده وتسلم فيه، وبيرجع يدافع برضو في وقت الدفاع بشكل جيد. لكن الفكرة في ايه؟ الفكرة التكتيكية ان هو بيستخدم المكان اللي دايما يا باسم متقدم وسايبه فاضي، فبيستخدم المكان ده بشكل كويس، ولذلك انا طلبت اللقطة دي. وبعدين البينالتي اللي هو سدده، فده شيء جيد جدا انه اما يكون عندك لعيب زيه، لعيب عنده وعي تكتيكي رائع جدا، تحركاته بشكل جيد وبيعرف يتحرك بيعرف يتحرك وقدر بيعرف يشوط بينالتي. ما دي نقطة مهمة كمان، ممكن الفريق ده ما عندوش واحد يعرف يشوط بينالتي ويجي له فرصة دي وتضيع، لكن برضه بيسجل منها. لكن لعيب رائع جدا على مدار المباريات اللي فاتت، وفي مباريات سجل فيها هدفين وفي مباريات سجل هدف، وعن الحقيقة هداف، وفي نفس الوقت بلاي ميكر كويس جدا في نص الملعب، وتحرك بشكل كويس في الاماكن المهمه جدا، ودي نقطه مهمه ان يعرف ياخد الاماكن كويس. دي الكورنرز اللي بتكلم عليها اللي هي الخطوره فيها ان هو بيعملها جوناتان برجله الشمال بتبقى لفه سويرف على في اتجاه الجول يعني، لكن ما حدش قدر يستغلها، انما بيعمل خطوره كبيره يعني. هنا التمريره اللي انا بتكلم على ياسر ريان، اتعملت له تمريره بينيه جميله جدا انفرد بيها، وبعدين مع مش دي اللقطه دي، انما دي الهجمه الخطيره بالنسبه لفريق البريق اسوان، متفوق بشكل كبير جدا ميدانيا، بيستخدم الضغط على فريق الجونه، مش مديله فرصه ان هو يبني هجمات. ودي كويس انك انت ما عندكش اسلحه هجوميه جيده جدا، بتستخدم الحاجات بدنيه وتستخدم الضغط النواحي الدفاعيه، ودي مدياهم فوقان في الملعب وبياخدوا كره بشكل كويس، لكن محتاجين برضو تنظيم هجومي في الناحيه الهجوميه وتكتيكات بحيث يوصلوا للجول بشكل كويس، انما هم بيوصلوا عن طريق حاجات فردية زي الصباحي لما بيفوت بشكل كويس من العرضية. طبعا هم ناقصين أوبري فارق كتير جدا وياهم، أوميد أوكري فارق وياهم كتير، لأنه برضو كان مهاجم هداف وبرضو هو مسجل لهم حوالي 4 أو 5 أهداف يعني. صحيح. فأنا شايف أن هم متفوقين إلى حد ما عن فريق الجونة. نعم. رأيكم مرة تانية كابتن وليد الأسماء اللي ممكن يستعين بيها مستر بيدرو مدير الفني للجونة خلال أحداث الشوط الثاني عشان يحاول يعدل النتيجة؟ طيب، هو قبل الأسماء هو عامل شكل جديد. طبعا لازم يحط وجهة نظره، هو بيلعب 4-3-2-1، واضح انه رامي اكرم توفيق ناحية اليمين ومحمد محسن ليلة في القلب، وبيخلي عمرو بركات كدفندر ثالث. طريقة جديدة، وبيلعب من جوه بيدخل عموري وبيدخل احمد حمدي تحت احمد ياسر ريان، ومنها حصل الانفراد لاحمد ياسر ريان. لكن انا من وجهة نظري دي عامله له مشكله في الملعب، هو دايما الجونه مع كابتن رضا شحاته كان بيلعب 4-2-3-1 عاديه، لكن دي عامله له مشكله ان اولا مفيش جبهات، لان اكرم توفيق مع باسم ملعب مخنوق وضيق طول الوقت، ملعب مخنوق وضيق. فهنا اظن ان ممكن يبقى فيه تغيير من جوه الملعب
اذا خلى اكرم ومحمد محسن ليلى يبقوا هما الاثنين ديفندر، ويخلي عموري شمال، ويخلي عمرو بركات يمين، واحمد حمدي في القلب. ما نفعتش او هو شايف ان عمرو بركات ممكن ما يلعبش طرف، يبقى انا دلوقتي محتاج لاسلام محارب ومحتاج لجده، تغييرتين مهمين من وجهة نظري. وطبعا كمبادي لانه مهاجم وعلى طول رجليه في الملعب وبينزل، واحد التغييرات، لكن برضو مع رضا شحاته مش مع مستر بيدرو. فكل مدرب ليه تفكير، عارف هو مقتنع بيه ولا لا. كل مدرب ليه تفكيره، وهو ده اللي احنا قلنا عليه، ان ساعات المدرب لما يجي في توقيت مباريات مضغوطة تبقى عاملة مشكلة. الناحية التانية عبد الرحمن جبنة، عبد الرحمن جبنة هو اكتر واحد ممكن يبقى بديل على حساب عبد العزيز امام اللي عنده انذار، وهو خلاص الجيم 1-0، كابتن مجدي محتاج انه يقفل كويس قوي بحيث انه ما يجيش فيه هدف التعادل. بنتمنى نشوف مزيد من اهداف خلال احداث الشوط الثاني اللي هنطير مع حضراتكم سريعا دلوقتي الى استاد اسوان عشان نتابع احداثه. ونذكر حضراتكم ان الشوط الاول انتهى بتقدم اسوان على جونة بهدف مقابل لا شيء. بنتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه بصحبه الزميل العزيز امير محروس. شكرا للزميل العزيز امير محروس. نهايه احداث الشوط الثاني واللقاء بالتعادل الايجابي ما بين اسوان وجونة بهدف لكل فريق، لقاء كان يقبل كل الاحتمالات. بداية التسجيل كانت عن طريق فريق أسوان من ضربة جزاء عن طريق محمد الصباحي، ضربة جزاء احتسبت ضد محمد محسن ليلى هاف ديفندر ولاعب خط الوسط المدافع بفريق الجونة، لينتهي الشوط الأول بالهدف اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم، وهو هدف محمد الصباحي في مرمى وشباك الجونة. في منتصف الشوط الثاني ومع أول لمسة ليه لرجل لاعب خط وسط الجونة مش للكورة، البديل اول بديل نزله او تاني بديل نزله كابتن مجدي عبد العاطي في فرقه اسوان حسن النني بيرتكب خطا ضد لاعب خط وسط الجونه، ليحرز منه احمد حمدي هدف التعادل في الدقيقه 78 مسجلا هدف التعادل لفريق الجونه. بعد او قبل هذا الهدف لفريق الجونه كان في ضربه جزاء اضاعها محمد الصباحي كانت كفيله بخروج اسوان بالثلاث نقاط الخاصه بهذا اللقاء. اضاع مهاجمه اسوان اكتر من فرصه، اضاع مهاجمه الجونه اكتر من فرصه كانت كفيله ان اي من الفرقتين كان ممكن يحرز ثلاث نقاط ثمينه جدا من هذا اللقاء. يا ترى اسباب التعادل ايه، وازاي ما قدرش كل فريق يستغل الفرص التي اتيحت ليه وسنحت ليه خلال احداث الشوط الثاني تحديدا؟ ده اللي هنتكلم فيه مع نجومنا الكبار، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. لقاءات اليوم في استكمال لقاءات الجوله ال 12 من بطوله الدوري المصري الممتاز هو لقاء الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي اللي هنطير مع حضراتكم سريعا الى استاد الجيش بالسويس لمتابعه احداث شوطه الاول بصحبه الزميل العزيز مؤمن حسن، ونتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه باذن الله. احمد مسعود حارس مرمى فريق النادي المصري وخطا متكرر بيكلف فرقته التاخر بهدف بعد نهايه احداث الشوط الاول امام الانتاج الحربي، هدف سجله باسم مرسي واستغل خطا احمد مسعود في الدقيقه 37. دكتور طه، تقييم حضرتك للشوط الاول وتحديدا فكره بناء اللعب من الخلف والخطا بتاع احمد مسعود؟ هي المشكله الرئيسيه في التحضير من الخلف ان تبقى عرضه للضغط عليك في نص ملعبك وقدام الجول، ممكن اي خطا يحصل فيه مشكله. لكن للاسف هو ما كانش فيه ضغط على مسعود، يعني مسعود استلم الكوره وحتى بعد ما استلمها بعدت شويه، لكن برضو الضغط ما فيش عليه ضغط، هو اللي سلمها ده بينشن على باسم مرسي يعني. فالحقيقه خطا فادح جدا، وده برضو بيفكرنا الخطا اللي عمله في مباراه السوبر مع النادي الاهلي ايام ازارو ما ضغط عليه، وده طبعا بتكلف الفرقه تكلفه كبيره جدا. لان يعني في كثير من الاحيان مش محتاج ان انا احضر بالشكل ده، وعلى ال 18 فيه واحد او اتنين من الفريق الثاني، يعني ما مش عارف ايه مغراها ايه معناها يعني. اتنين هم موجودين من الانتاج، يعني غير باسم موجود، اعتقد نياز او الثاني اللي موجود، اتنين موجودين ازاي احضر هنا؟ فدي برضو عمليه بتكلف الفرقه ومجهود كبير جدا. فريق الانتاج يمكن بيلعب بتوازن كبير جدا، هو بيلعب اربع باكات اللي بيلعبوا فريق الانتاج، وبيلعب اللي كان بيضغط ابراهيم عبد الخالق هو اللي كان بيضغط مع باسم مرسي بالظبط، وبيلعب واحد قدام بازوكا بيلعب قدام الاربع باكات، وبيلعب محمود عادل وابراهيم عبد الخالق اللي بيكملوا شويه، وبعدين الاثنين ثلاثه قدام باسم واثنين على الاطراف، الاثنين على الاطراف دولت بيدخلوا للداخل ويبقوا اكنهم ثلاثه مهاجمين، وبيرجعوا في حاله الدفاع في نص الملعب، يبقى اكن التشكيل 1-4-4-1-4-1، ودي مديه اكثريه عدديه في حاله الدفاع في نص الملعب بخمسه، ومديه اكثريه عدديه في حاله الهجوم بيبقى برضه خمسه منهم ثلاثه موجودين قدام واثنين من وراهم شغالين، ويمكن بازوكا هو اللي بيستنى، ودي مديه افضليه لفريق الانتاج بشكل اكبر كتير جدا في حاله الاستحواذ وبناء الهجمات،
وفي نفس الوقت برضو من ناحية الدفاعية في برضو وعي كبير جدا. هنلاقي شريد قناوي في كثير من المرات بيعمل التغطية العكسية في كرات خطيرة جدا. النادي المصري أعتقد الهدف برضو أثر في فريقه تأثير كبير جدا ولأنه جه في الدقيقة 37، لكن كل ما كانت المباراة متعادلة كان في فرصة للنادي المصري يقدر يعمل أي حاجة، لكن للأسف شديد اتأخر في الشوط الأولاني بخطأ كبير جدا. كابتن وليد، النادي المصري يقدر يرجع في الشوط الثاني؟ معودنا كابتن إيهاب جلال أنه يقدر يرجع سواء من داخل الملعب أو من خلال تغييراته. عنده تغييرات، عنده أحمد عادل ميسي اللي جاب له الضربة الجزاء اللي أحرز منها التعادل في مباراة سموحة وبعد كده كسب، فعنده أحمد عادل ميسي، عنده إسلام عطية برضو رجليه في الملعب. لكن كابتن مختار أنا عاجبني جدا الضغط ده، احنا جايبين الحالتين دول وضغط على المصري، برافو عليك. الحالة دي والحالة اللي بعديها، بص الضغط عالي جدا، هنا هتتقطع هتتحط تاني، هنا لو وقفنا بس اوف اوحش، بس اوف اوحش حاجة عملها أمادو نياس او متهيألي موسى ديوارة، ده موسى ديوارة، ان هو عمل الكرة كده، هو تصرف تصرف غلط، لكن هو كان لازم يحط رجله على الكرة ويصوب ناحية المرمى. لكن كابتن مختار بيلعب ضغط عالي وحتى التأكيد اللي كلامك يا كابتن وليد، الهدف بتاع الانتاج هو نتيجة الضغط بالظبط. يعني كمان كان عند مسعود كذا فرصة، يعني لو عندنا وقت نجيبها، لكن لو مفيش وقت خلاص يعني. كان عنده احمد كذا فرصة ان هو يتصرف فيه احسن من كده بكتير. يعني بص لما رجعها له العراقي هنا، ايوه ارجع ولما الكرة تروح له بس اوف هنا لازم الاول يبقى عارف ان اكيد كريم العراقي اللي بيتطرف ناحية اليمين هو ده اللي المفروض ياخد الكرة. السندة وحشة قوي، طولت كده معناها، وبالرغم ان هي طولت برضو الكرة يعني بص ناحية الشمال فاضي خالص، ناحية الشمال سعيد السنجوري فاضي خالص. فاحمد مسعود برضو احنا قلنا ان دايما المدرب اللي بيبتدي كرة من تحت، السردباكين والحارس المرمى لازم يبقى امكانياتهم عالية شوية، او يعني مش لازم تبقى عالية قوي، بس على الاقل يعرف يحط الكرة تحت رجله ويباصي باص كويس. لو انا ما عنديش بقى القدرات دي، ان للدرجة دي حتى التوقيفة بتطول، حتى سنس الباص مش موجود، وبيخسرني بطولات وبيخسرني مباريات، انا اظن يعني ان ممكن يبقى فيها تعديل شوية، لانها يعني بتتعب قوي النادي المصري على ما بيعرف يرجع في النتيجة. صحيح. هنطلع لفاصل سريع قبل بداية احداث الشوط الثاني من لقاء الانتاج الحربي والمصري بورسعيدي، ونرجع مع بعض نكمل كلامنا مع حضراتكم. جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية دكتور طه. الاوراق اللي ممكن يستخدمها ويستغلها الكابتن ايهاب جلال مع فرقة المصري عشان يعدل النتيجة في الشوط الثاني. ايهاب جلال ممكن يستخدم احمد عادل ميسي محل طقطق، على اساس برضه هو دلوقتي مطالب ان هو يعني قوي الناحية الهجومية وعايز لعيبة عندها مهارة شوية ممكن تساعد في الحتة الهجومية في بناء الهجمات من قدام أو في التحركات الفردية بشكل كويس. بالنسبة للإنتاج أنا شايف أنه ماشي بشكل كويس، لكن ممكن علاء سلامة ممكن يلعب مع بدل نياس في بعض الأوقات، لعيب جيد جدا وممكن يحضر مع نص الملعب، ممكن يكون بدل نياس، ممكن بدل إبراهيم عبد الخالق، على أساس أنه برضو هو محتاج أنه هو يعني عزز أداؤه في نص الملعب بشكل كويس وبرضه الأداء الهجومي، فقدامه الفرص متاحة يعني للتغييرات. لكن أنا شايف الملح قوي بالنسبة للنادي المصري أكتر لأنه متأخر في النتيجة، وهو عنده يعني في نص الملعب فريد شوقي وعمرو موسى، لكن بالنسبة للجزء الأمامي محتاج واحد برضه يكون عنده مهارة عالية جنب أحمد ياسر اللي أحيانا بيبقى جنب محمود وادي كراس حربة، يبقى عايز برضو على الاطراف الاثنين، ممكن حسن علي ممكن موجود هو، ممكن احمد عادل ميسي يلعب، يعني دي التغييرات المحتمله. يعني هنعود مع حضراتكم مره اخرى الى استاد الجيش بالسويس لمتابعه احداث ومجريات الشوط الثاني من لقاء الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي بصحبه الزميل العزيز مؤمن حسن. ونذكر حضراتكم ان الشوط الاول كان قد انتهى بتقدم الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. بنتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه باذن الله. كل الشكر للزميل العزيز مؤمن حسن. نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء من لقاء الانتاج الحربي والمصري بورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة لقاء أسوان وجونة. بداية التسجيل في هذا اللقاء كانت عن طريق باسم مرسي هداف ونجم الانتاج الحربي اللي بيسجل هدف التقدم للانتاج الحربي من خطأ متكرر من أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري. في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 52 محمود وادي المتألق في الفترة الأخيرة مع النادي المصري ومع كابتن إيهاب جلال بيسجل واحد من أجمل أهداف المصري وأجمل أهدافه
هدف التعادل لفريق النادي المصري لينتهي الشوط الثاني واللقاء بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. في نهاية لقائنا بحضركم النهاردة والاستوديو التحليل الخاص بلقاء أسوان وجونة اللي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ثم اللقاء اللي لسه خلصان مع حضراتكم منذ دقائق قليلة جدا وهو لقاء الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي واللي انتهى بنفس النتيجة وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بنشكر ضيوفنا ونجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا النهارده. دكتور طه اسماعيل شرفتونا ونورتنا. شكرا كابتن. كل الشكر لحضرتك. الله يخليك حبيبي. كابتن صلاح الدين شكرا كابتن ابراهيم. كل الشكر ليك. نورتنا. ربنا يخليك. بعد الفاصل زميل العزيز الكابتن احمد شوبير وختام لقاءات اليوم، لقاء قوي جدا وباذن الله اتمناه مشتعل مليء بالنديه ما بين بيراميدز والاسماعيلي بصحبه نجومنا الكبار الكابتن محمد صلاح ابو جريشه وكابتن عبد الظاهر السقا. نتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه باذن الله.